الفيديو ده اتصور لدب وهو بيخرج من حالة الثبات الشتوي السنوي اللي بيعملها. حالة الثبات دي من المعلومات الغريبة عنها ان الدببة بتستلقي لمدة من 5 لـ7 شهور في السنة جوه اوكارها دي بدون ما تاكل او ما تشرب. عندك بقى البشر مثلا لو حاولوا يستلقوا 3 اسابيع بس بيفقدوا تماما كتلتهم العضلية، وفي حالة انك طولت مدة الاسترقاء عن كده ممكن تتصاب بامراض زي السمنة والسكر وحتى الموت المبكر. ومش دي بس المعلومة الغريبة عن الدببة، عندك مثلا في بعض المعلومات الغريبة عن الدببة القطبية. اولها مثلا ان الدببة القطبية دي تم العثور عليهم في كندا والاسكا وجرينلاند وروسيا والنرويج. الدببة دي كبيرة جدا وبتعيش في جماعات او زمر زي زمر الاسود، وممكن للدب القطبي البالغ الواحد ان طوله يتجاوز 2.5 متر ووزنه يوصل ل680 كيلو جرام. ضخامة الحجم والوزن الكبير ده بيخلوها اكبر الحيوانات اكلة اللحوم على وجه الارض. كمان الدببة القطبية بالتحديد مهيئة انها تعيش في واحدة من اقصى البيئات على كوكبنا، وده اللي خلى ربنا سبحانه وتعالى بجانب الفراء السميك اللي بيستمتعوا بيه لهم كمان طبقة من الدهون بتسمى دهن او عزل. طبقة العزل دي بتحمي اجسامهم من الهواء البارد والمية المتجمدة، وتحت الطبقة دي في طبقة جلد اسود بتساعد على امتصاص اشعة الشمس بهدف التدفئة. كمان الثدييات الرائعة دي لها حاسة شم ما تصدقش، واللي بفضلها بتتبع اليرقات والاسماك والفرائس بتاعتها. تخيل ان حاسة الشم دي بتمكنها انها تشم الفريسة على بعد يوصل ل16 كيلو متر. والعجيب بقى انه برغم الحجم الكبير والوزن الكبير ده تتوقع انهم يكونوا سباحين غير مهرة، بس بالعكس الدببة القطبية من امهر السباحين في مملكة الحيوان. الدب القطبي الواحد بيسبح لمسافات ممكن توصل ل100 كيلو متر جوه الشط او جوه الميه. انا اسف، وممكن يسبحوا بسرعه تصل ل10 كيلو متر في الساعه. خد بقى عندك المعلومة الجديدة والمفاجأة دي ان فراء الدب القطبي اصلا مش ابيض. صحيح كل الحكاية انه شفاف، والمادة الشفافة اللي مصنوع منها دي او مخلوق منها دي بتعكس الضوء، ده بيساعدهم على الاندماج مع محيطهم كنوع من انواع التخفي. انثى الدب القطبي بتولد في اوكار ثلجية، وتقريبا موسم الولادة بيكون في نوفمبر او ديسمبر من كل سنة. وقت الولادة طول الشبل الواحد ممكن يوصل ل30 سنتي ووزنه 0.5 كيلو جرام. والاشبال الصغيرين دول بيخرجوا من العرين بعد حوالي من 4 لـ5 شهور، وبيفضلوا عايشين مع امهم لمدة 2 سنين كاملين. خلال السنتين دول بيتعلموا مهارات اللازمة للبقاء على قيد الحياة والصيد وغيرها. دي كانت جولة سريعة مع الدببة والدببة القطبيين بشكل خاص، وبعض الحقائق والمعلومات الغريبة عنهم. أتمنى يا رب تكون استفدت بمعلومة جديدة. هكون سعيد جدا لو انضميت دلوقتي لأسرة أرض العجائب واشتركت في القناة، وهكون أسعد لو عملت إعجاب بالفيديو. وأشوفك الفيديو اللي جاي على خير.